يخرج من السباق الانتخابي عام 2013 ثم يعود في انتخابات التجديد النصفي إلى سدة حكم بلاط صاحبة الجلالة بشهر مارس آذار العام الجاري، وبفارق 567 صوتا عن منافسه النقيب الأسبق يحيى ألاش. عبد المحسن سلام عثمان سيف الدين حاصل على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة، عمل مديرا لتحرير الأقسام المتخصصة ومشرفا على قسمي التحقيقات والاقتصاد بجريدة الأهرام الصرح الصحفي الأعرق في الشرق الأوسط، كما كان عضو مجلس إدارة مؤسسة الأهرام بالانتخاب منذ عام 2006، علاوة على توليه منصب وكيل أول نقابة الصحفيين في الدورة السابقة قبل توليه منصب النقيب. تولى سلام مقاليد نقابة الصحفيين في منعطف تاريخي للصحافة المصرية التي صار قلمها سلاحا ولا قبلته صوب الإرهاب، رادعا للأفكار المظلمة حيث لا يقل قلم أي صحفي عن الأسلحة الثقيلة التي تملكها قواتنا في محاربة التطرف، عوضا عن الملفات التي تثقل كاهليه، إذ أصبح بين سندان تحسين ورفع رواتب الصحفيين برفع سقف الحريات وتحسين الخدمات المقدمة للسلطة الرابعة ومطرقة الظرف الاقتصادي الحرج الذي تمر به مصر في أعقاب إجراءات تحرير سعر صرف العملة المحلية، حديث باستفاضة في ملفات كثيرة، حيث يحل نقيب الصحفيين ضيفا على طاولة صباح دريم. اهلا بحضراتكم من جديد. مجموعه كبيره جدا من الاسئله عايزين نطرحها على ضيفنا الكريم، ماذا عن رؤيته وقراءته للمشهد الحالي بشكل عام اقليميا عربيا اقليميا ودوليا، ماذا عن الصحافه والاعلام اليوم، القوانين المنظمه لعمل الصحافه والاعلام، ما الذي صدر منها وما لم يصدر بعد، العلاقه بين نقابه الصحفيين وبين الدوله بمؤسساتها، كيف نضمن انها تسير بشكل سوي منتظم ويسير بدون صدامات مباشرة مع الدولة، علشان نتيح للصحفيين فرص الابتكار والعمل. أيضا من النقاط الهامة جدا اللي هنطرحها أكيد موضوع المؤسسات أو الصحف القومية، لماذا تراجعت نسب إصدارها بشكل ملحوظ في السنوات الماضية، وماذا عن بعض إصدارات الأهرام اللي ربما بتخسر وبالتالي بتسبب خسارة إلى الأهرام، أمور أخرى أيضا كثيرة جدا مع ضيفنا الكريم اللي منورنا النهارده في صباح دريم، الكاتب الصحفي الاستاذ عبد المحسن سلامه نقيب الصحفيين ورئيس مجلس اداره مؤسسه الاهرام. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيك يا استاذ، منورنا يا فندم في صباح دريم. اشكرك.